منطقة عزيزة على قلوبنا كمصريين، فهي مدرجة ضمن مناطق التراث العالمي. ودي كانت تصريحات رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي في زيارته الأخيرة لمنطقة القاهرة التاريخية. والحقيقة منطقة القاهرة التاريخية بتضم العديد من المباني الأثرية وبتعد مزار سياحي ضخم، عشان كده الدولة بتسعى للارتقاء بالمنطقة دي بشكل عام. فقرتنا السياحية الأسبوع ده من منطقة الغورية والخيامية، أطول شوارع العالم السياحية والأثرية. خليكم معنا وتابعوا فقرتنا. أهلا بحضراتكم من جديد. زي ما احنا ذكرنا ان احنا في منطقة القاهرة التاريخية، وهي بتحتوي على 537 مبنى أثري في العديد من المناطق زي الأزهر، الحسين، منطقة الخيامية، وحاليا احنا موجودين في زاوية فرج ابن برقوق، ومعانا لقاء خاص مع أستاذ ناجي حنفي مدير عام منطقة آثار جنوب القاهرة. أهلا بحضرتك معانا يا فندم، شرفتنا على شاشة ام بي سي. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. يعني الحقيقة المنطقة شهدت خلال الفترة الأخيرة زيارة خاصة جدا من دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والحقيقة هو تفقد العديد من المباني هنا والشوارع، والتقى كمان بالجماهير والمواطنين. فنحب نتعرف في البداية على يعني المكان أثريا وتاريخيا بيحتوي على إيه، لو نعرف السادة المشاهدين لأنه مكان حلو جدا، وكمان في العديد من النقوش الإسلامية والشغل الإسلامي، الفن المعماري الإسلامي الجميل، فتقول لنا إيه في هذا الإطار؟ يمكن إحنا هنا دلوقتي في زاوية فرج ابن برقوق، يمكن منشئ هذه الزاوية هو السلطان ناصر ابن السلطان الظاهر فرج ابن برقوق، يمكن تولى السلطة بعد عزل والده وهو في سن 13 سنة، ولكن الحداثة سنه لم يسلم من المؤامرات اللي كان بيقوم بها المماليك ضده، حتى نجحوا في فترة ان هم تم عزله من هذه السلطة سنة 1405 ميلادية. بنى هذه الزاوية سنة 1409. هذه الزاوية كان يطلق عليها زاوية الدهيشة، يقال انها كانت بتدهش وتبهر من يقوم بزيارة هذا الأثر. يمكن هذه الزاوية استخدمت كذا استخدام في العصر العثماني، استخدمت كمحكمة لمحاكمة الخارجين على القانون والفاسدين، وفي عهد محمد علي تم استخدام هذه الزاوية كمقبرة لدفن رؤوس الذين كانوا يتم تعليقهم على بوابة المتولي أو بوابة زويلة ودفنهم في هذا المكان. لو احنا اتكلمنا يا أستاذ ناجي برضو مع حضرتك على يعني الأماكن المهمة اللي موجودة هنا في منطقة القاهرة التاريخية، يعني زي ما احنا قلنا في منطقة الخيامية، في باب زويلة، في شارع الغورية اللي هو أو شارع المعز لدين الله، يعني حضرتك أشهر المباني الأثرية اللي موجودة في هذه الشوارع اللي يقدر مثلا السائح الأجنبي يحب يجي يتفرج عليها. يعتبر هذه المنطقة متحف مفتوح لجميع الزائرين، يقدر يتجول في وسط هذه الآثار وياخد وجبة دسمة من الآثار وعبق التاريخ اللي موجود فيه من فترات، يتنقل من فترة لفترة، من فترة العصر الفاطمي للعصر الأيوبي للعصر العثماني. ويمكن كل عصر من هذه العصور بتمثل لها طابع خاص بها ومتميزة ببعض الزخارف، متميزة ببعض التصميمات المعمارية. يمكن من أشهر هذه الأماكن اللي موجودة في هذه المنطقة، يمكن زاوية فرج ابن برقوق قريبة جدا من بوابة المتولي، كان يطلق عليها بوابة متولي أو بوابة زويلة، ويمكن لها الشهرة العظيمة في أن سليم الأول لما علق طومان باي على هذه البوابة. عندنا جامع الصالح طلائع اللي يعتبر يعني آخر المساجد الفاطمية، يرجع تاريخه لسنة 555 هجريا. المنطقة بشكل كبير هتشهد خلال الفترة المقبلة عدد كبير من المشروعات التنموية، طبعا نظرا لاهتمام الدولة واهتمام القيادة السياسية بتطوير القاهرة التاريخية. فإيه أبرز المشروعات اللي نقدر نذكرها للسادة المشاهدين اللي هتشهدها إن شاء الله خلال الفترة المقبلة هذه المنطقة؟ يمكن القيادة السياسية وجهت اهتمام كبيرا للقاهرة التاريخية وتطوير هذه المنطقة، لأن هي تعتبر عمق وتاريخ الأمة المصرية ولابد الحفاظ عليها. القيادة السياسية بتبني مدن جديدة، كان لابد من الحفاظ على المدن القديمة، المدن التاريخية اللي هي بتمثل عبق التاريخ. يمكن المنطقة التاريخية اللي احنا بنقول عليها ما فيش أي مصري أو أي زائر
لقاهرة المعز لابد أن يزور هذه الأماكن ويستمتع بشوارع هذه الأماكن وينبهر بهذه الأماكن وآثار هذه المنطقة. يمكن زيارة معالي رئيس دولة الوزراء لهذه المنطقة كانت رسالة اطمئنان لأهالي هذه المنطقة، لأن كانت إشاعات كثيرة جدا. أنا بمشي في المنطقة دي بصفة مستمرة بحكم أن أنا كمدير عام مناطق آثار جنوب القاهرة، الناس بتسألني طب إحنا هنقعد ولا هنمشي، إحنا هنمشي هيهجرونا ولا إيه. فكانت هذه رسالة من معالي دولة رئيس الوزراء اطمئنان للناس، مفيش حد هيتهجر من مكانه، مفيش حد هيسيب مكانه. أشهر الحرف اللي موجودة هنا في الشارع واستعداد كمان لشهر رمضان، أنا شايفة بجد الأجواء مبهجة جدا، تقول لنا إيه في هذا الإطار؟ يمكن شارع الخيامية ده يعتبر امتدادا طبيعيا وجغرافيا لشارع القصبة العظمى اللي بيمتد من شارع المعز وشارع الغورية وصولا بشارع الخيامية وبعد كده شارع المغربلين وشارع السلوجية وشارع سيوفية حتى نهاية شارع السيدة نفيسة. هو امتداد طبيعي مشتهر هذا الشارع بكثير من الصناعات الحرفية اليدوية اللي يعتبر زي الخيامية، وهي دي كلمة عربية اشتهر بها هذا الشارع. يمكن هنا مظاهر شهر رمضان واضحة جدا في شارع الخيامية، طبعا احتفال بالشهر الكريم. يمكن معظم المصريين بيحبوا يجوا الشارع دوت، بيحبوا يزوروا الشارع دوت، بيجوا يشوفوا الشغل اليدوي. عم محمود يعني هيعرفنا اكتر على شغل الخياميه الجميل والاستعداد بقى لشهر رمضان. يعني اهلا بيك على شاشه ام بي سي. اهلا وسهلا. يعني حضرتك الاول شغال في ايه كده، عرفنا كده بتعمل ايه؟ حضرتك ده مفرز سرير اوردر لجستي سويدي. طالبين ايه بقى؟ يعني هم ايه بقى؟ يعني هم طالبين مفرز سرير، هم طبعا متيمين بالتصميمات الاسلاميه بتاعتنا مع روحهم هم في الالوان. يعني هم طالبين اتنين لون من البرايت بلو والدارك بلو على الابيض. الخياميه زي كل الصناعات او الفنون اليدويه بتعتمد على السياحه بنسبه 98%، فدايما موسم السياحه اللي هو بيكون في الشتاء عندنا هو دوت الموسم الاساسي بتاعنا. وابتدينا نعمل زينه رمضان اللي كانوا بيعملوها الاطفال زمان، ان احنا نحاول نحرك السوق شوية. بس ايه اكتر القطع بقى المطلوبة الناس بتحب تقبل عليها؟ المصريين، ناخد المصريين بيحبوا قطع ايه تحديد؟ المصريين انا عايز اقول لحضرتك حاجة بفضل ربنا برضو، يعني بعد 2011 السوشيال ميديا ابتدت تتعرف في المصريين يعني ايه شغل خيامية او شغل يدوي. فاكتر حاجة بتبقى مطلوبة بالنسبة للمصريين ان هم يعملوا عبايات رمضانية، عبايات فيها الفولكلور الاسلامي. بنشتغل الخيامية على العبايات دي اكتر حاجة، وابتدينا دلوقتي نعمل بعض الطبلوهات اللي موجودة في قلب البيوت، نعمل الكوشنز او كياس المخدات اللي ممكن تتحط على الانتريات. ده تبقى حاجة حلوة جدا، موضوع التنمية والتطوير هنا في حي الدرب الاحمر هيفرق معنا كتير. احنا كعلى مستوى السياحة هيفرق طول السنة شغل معنا، يعني احنا اصل شغلنا الشغل هو اليدوي، الخيامية اليدوية. بالنسبة للموسم اللي هو بتاع رمضان، مصر كلها بتيجي الحي هنا الدرب الاحمر عشان تيجي تاخد الفوانيس رمضان وشغل الطباعة بتاعنا والحاجات الاكسسوارات رمضان كلها بتبقى موجودة عندنا. انا ببيع زينة رمضان، ما في حاجات جليتر وفي قماش وفي زي ما حضرتك شايفة الشغل اليدوي برضو. شغل جديد نازل السنة دي؟ في شغل كتير نازل جديد، في الشغل اليدوي اللي هي الصواني اليدوي، وفي حاجات اركيت وفي كرتون وفي اضاءات. ايه اكتر شغل نقدر نقول جاري عندك؟ الشغل اللي هي المخدات، في اللي هي دي القطيفه المحشيه برضو، وفي الحاجات اللي هي الرخيصه برضو اللي على حسب تكلفه الزبون نفسه. كمان يعني شارع الخياميه بيشتهر بصناعه الجلود كمان، فهنا معانا الحاج مجدي هيعرفنا اكتر على يعني الصناعه دي والشنط اليدويه الجلد الجميله اللي احنا شايفينها. اهلا بيك. السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين. يعني قول لي بقى الشنط دي بتعملها ازاي والاقبال عليها ايه حاليا؟ احنا وارثين المهنه دي ابا عن جد، فالحاجه دي بنعملها لدينا احنا، ما بنستورداش من بره،
ده شغل جلي طبيعي، واي طلب انت عايزاه او يعني او ستاين معين انت عايزاه انا احنا بنعمله. بتقعد قد ايه بقى الشنطه بتاخد في ايدك قد ايه صناعه؟ بيبقى حسب شغلها هو، يعني مثلا ايه لما يكون في يعني اسطمبه جديده عايزين نعملها ممكن تاخد مننا يوم يومين عشان نطلعها، لكن لما يكون الشغل احنا معانا اسطمبات على طول بنخلصه بسرعه. يعني كل الشباب دلوقتي البنات والصبيان والكلام ده بياخدوا الشنطه ديت من عندي، مع شنطه دلوقتي احنا لسه عاملينها جديده زي ما انت شايفه كده، ورثيها لاولاد ولادي. ده جلد طبيعي زي ما انت عايزه كده، من جوه من بره بطانه، من بره من جوه جلد طبيعي زي ما انت شايفه. من هنا كان انطلاقة مدينة القاهرة العظيمة، ولذلك منطقة القاهرة التاريخية بتلقى اهتمام كبير من قبل سيادة رئيس الجمهورية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. دي كانت حكايتنا النهاردة من حي الخيامية ومنطقة الغورية بشكل عام، واستنونا في أماكن تانية كتير بتحكي عن جمال بلدنا في مصر الحلوة. شكرا لكم وإلى اللقاء.